ليالي الشباب الحزين. هذه الروعة وهذا التميز والتألق لضيفتنا سهير شقير اللي بنشكر كثير حضورك ووجودك معنا، زينتي لنا سهرتنا شقير، وان شاء الله دائما رائع. مشاهدينا حلقتنا ما انتهت، ولكن نحن بنودعكم مع الفرقة أو النادي الأوروبي للتايكواندو، ننهي حلقتنا من السهرة وين لهذه الأمسية، وبنلتقي فيكم الثلاثة مع الزميلين جي وغادة، وأنا بلتقي فيكم الأربعاء والخميس مع مشاهير العالم. إلى اللقاء.